صباح الرزة صباح الرزة يا وائل يا معلم يا معلم فيدوس صباح الورد يا وائل منور سكر الكل يا وائل والله احنا مصباح احنا هوني فيدوس دونك حضرت على أربعة من الناس ربحوا جيت لاس إن شاء الله مبروك عليهم مازالوا معناتها ستة في الكيوسك نتاع شيل مع شيل سكرة وفما زادة دي بلان في الكيوسك نتاع شيل شارع الحرية وكيوسك شيل المغيرة دونك أنتم أخلتوا على الربح نتاعكم وأنت وائل فما ناس توا قاعدين يلعبوا بحظة لي تابلات دونك يجربوا الحظ نتاعهم فما ليزوتيس باش يستقبلوهم هكا ولا كلامك صحيح على الآخر جيت نحب نقول مبروك سي حبيب ناي مبروك عليك الوالي مبروك اسماعيل احمد شعبان احمد مبروك سلام مبروك مبروك بدر الدين اخوي بدر الدين مبروك باهي بلان ذي قبل رمضان تاع قضيت وحكيت وكل شيء باهي على الاخر وائل انت تمشي تشوف لنا شكون قاعد يلعب توا خلينا نشوفوا عنا الزهر ولا مازلنا عاتبه كيما المره الاخرى ان شاء الله اسمع ديجا من خويا ويقف بعدين قبيله شويه اي وين اسمع وين جاتها اوتيس ما قلت لها ان شاء الله معنا اي يا اخي انا قلت لها شكون اللي تلعب معنا في الديريكت ايوه قاعدة تستنى قاعدة تستنى ما حكيت ليش على صار البارح تري بيان جيت في بالي انا قلت لك ليه لا لا ما تحكي ليش ما تحكي ليش خليها باش تربح معنا سير بلال وجهه يبارك فيك والله انا ناكد الكلام هذا وائل وجهه مبروك يقول حاجه بالسيف باهي وكل شيء ونجيني غادي يسيب وانا معانا روحه خفيفه روحه خفيفه على اخر محلات بركل عليك عاليه وعنده مستقبل كبير في الاعلام اي نعم نعم ديما منورنا وائل ان توكا صديقنا خليت نحكيه مع صديقتنا اللي بعدك نشوف يلا حبيبتي صباح النور أسماء بونجور بونجور أسماء الحمد لله سافا أسماء الحمد لله احنا لاباس انت مازلت ما لعبتش قعدت تستنى فينا اي قعدت نستنى وشكون نصحك النصيحه الباهيه هذه باش تستنينا وائل الله يهديه الله يهديه اونتو كان ما ربحناش هو كمان وهو كان ربحته وكمان احنا يلا جرب حظك اسمع احنا معاك نتبعوا فيك ان شاء الله مربوحه ليك كما قلت باش تجرب حظك انت توا في كيوسك نتاع شيل سكره وباش تلعب على ام بلان شيل في باور غازوال 50 ان شاء الله مربوحه ليك يا اسمع احنا نستناو بيان سور قاعده تسجل في اسمك على التابلت باش تشوف تربح معنا اليوم مع شيل في باور غازوال 50 ولا لا يلا حظ سعيد يا اسمع موافقه ان شاء الله اعطيها التابلت يلا عطيها تابليت احنا مش ناخذ نشوفه والله كان نطلع عطبه مره اخرى مش حكايه يا ولاد لا لاباس لاباس خميس اليوم نهار مش تمشي فينا راي الحكايه لا 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 بينوبه وائل ما تحبش كلام بلال يطلع صحيح اما عطيها شانس اخرى والله تاخذ شانس اخرى يلا يلا شانس اخرى اخر فرصه وباش تربح هي الحاجه الباهيه باش تربح اسكت خبير اللي طلعت مش من جعفر اوكي باش تربح باش تربح عرف جعفر مش من هو ولا باش تربح ثاني بسم الله يلا الليل تحشمني والله بليل عدو النجاح عدو النجاح ثاني بسم الله يلا اسمى يلا اشرب اسمى تبع سكر وائل اسمى ما كانتش الخامسه اليوم معنا كونيكسيون قصه سيبا جرام اما ما لازمش تروح متغشى ما لازمش تروح متغشى عادي هي لي اسمى اسمع جربت حظك انت ما ربحتش البلان شيل في باور غازوال 50 اي بورتون فما اربعه من الناس ربحوا قبلك انت في نفس الكيوسك نتاع سكره حبيت جوست نقول لك يا اسمع مادام صبحنا عليك وسلمنا عليك اي اف ام وشيل ربحين ربحين باش تربح معانا قضيه رمضان بقيمه 200 دينار ان شاء الله مبروك عليك يا اسمع ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا اسمع رمضانك مبروك ان شاء الله رمضان كريم عليك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو يا اسمع كيف ما قلت مع اي فام وشال ربحين ربحين ومازال الربح على طول النهار